ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شفاء بشكو إبراهيم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد شكل آخر من الصليب في هذه الفيديوهات، السلسلة ديال الفيديوهات إن شاء الله. عندنا لاباط فيتي، غادي نقدم لكم لو فولوفون بالكروفيت. غادي يكونوا لي فولوفون عامرين بالكروفيت، كنحتاجو لاباط فيتي بحال هكا ولاباط فيتي هاد الطريقة وهاد الروسيت بالضبط. راه عندنا في القناة ديالنا في فيديو خاص كيفاش تصوبوها، التجؤوا لذاك الفيديو تفرجوا فيه مزيان تعلموا لاباط فيتي كيفاش تصوب. كنفتحوا العجين ديالنا بحال هذه الطريقه هكا، نسرحوا العجينه مزيان كنقطعوا العجينه ديالنا بهاد بورت بياس هكا. غادي تخصني 24 بياسه، 24 لان هاد الشكل كندوبليوه على جوج، كنقطعوه وندوبليوه على جوج ولاباط. وهاد الدياسك خصهم يجيو مقادين، ما يكونش فيهم الاعوجاج باش يجيكم لي فولوفون ديالكم حتى هما مقادين في لا فورم ديالهم. الفولوفون راه شويه صعب في هاد بالضبط فاش سميتو الا ما تاخذتوش الطريقه الصحيحه باش تصوبوهم. تبعو معايا مزيان، كنقطع لي الديسك ديالي بحال هكا هكا، كل جوج راه فولوفون، ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة لي فولوفون. لي فولوفون ديالنا كناخدو القاع كنحطوه وكطوها بحال هكا هكا، ما نديرهمش، نخليو الفرق بين كل فولوفون وداك صاحب الاخر هكا. هانتوما كتشوفوا الفولوفون، غادي نحطهم في طاوة وندير ان بابي ديال الطياب، ضروري باش نديرو كايد ديال الطياب بحال هكا. كناخدو واحد البيضة كنهرس فيها كندوريو الفولوفون ديالنا بحال الطريقة، كندوريوهم الداخل بهاد الطريقة حيت غادي نزيدو طاج اخر من الفوق وخصنا يشد لينا فخوه، ما يتقلاش ما يتحيدش، داكشي علاش غادي نضيفوه فوق الطبقة الأولى. لادور يكون خفيف وضربوا لادوري ديالكم باش يجي ما يجيش البيض بوحدو والصفر بوحدو، ضربوه مزيان. هنا عندنا الاختيار، بغينا كنديرو كناخدو انطر بورت بياس صغر من هذاك اللي باش خدمنا، كنقطعو دائرة متوازنة الوسط هكا، كنخرجو هذا كنحطوه فوق صاحبه هكا، يجي مقاد هكا، لأن لي فولوفون خصكم دقة في تحديد الفتحة الوسطى ودقة أيضا باش تحطوه فوق خوه باش يجي مقاد، باش ملي يطلعوا في الفران ما يجيوش عاوجين، ما يجيوناش عاوجين. والفران ديالنا ملي غنطيبوهم ما نخدموش الفرفارة باش يجيو مقادين وطيبين مزيان. درجة الحرارة فاش غنطيبوهم 180 درجة. انتما كتشوفو هذه هي الطريقة الصحيحة باش نصوبو لي فولوفون. اغلبيه ديال فلي باتيسري كيلو كيخسروا ليهم لي فولوفون، ما كيخرجوش ليهم مزيان. علاش؟ غير في قضيه العجين يكون مقاد ملي كتسرحوه، هذا هو المهم. الزيت ديالنا كندهنوا هاد الطبقه الفوقانيه، ها هي اللي كتشوفوا فيها هكا. علاش نديروا عليها شويه الزيت؟ لان هاد الزيت هي اللي غتشد ليا البابي اللي غادي نحط فوق
دوك الفولوفون ديالي بهذه الطريقه، غير شويه غير شويه ماشي بزاف هكا. هنا البابي ديالي، هذا البابي ديال الفران باش كيطيب الحوايج كتشوفوني كنحاول ندوز يدي على الكاهيط باش يشد مزيان في الفولوفون، هكا كندخلوهم للفران 180 درجة حتى يطيبو. لاباط ديالي الفران، ندير لاباط ديالي هاني في الفران ونخليها طيب. بغيتو تطفيو الفران، الفرفارة طفيوها، ما بغيتوش خليو الفرفارة تخدم وديرو في 180 درجة خليوه يطيب مزيان على هاد الطريقة. ملي غادي يطيب راه كيبان لكم محمر وغادي نخرجوه ديك الساعة ان شاء الله. طيبين، بعد ما طلعو حيت ليهم الكعيط هاهما طيبين ومحمرين ومقرملين مزيان، كيجيو خاويين رائعين بمعنى الكلمة. لي فولوفون ديالنا ها هما طايبين، هانتوما كتشوفو خاويين من الوسط، كيجيو خاويين من الوسط، هانتوما كتشوفو كيجيو مقرمشين وخاويين من الوسط. كنوركو على هاد الداخل ديالنا، كنهرسو هاد لاكروت لي عندنا هنا، كنهرسوها مزيان، كندخلوها لتحت باش نعمروهم. عندنا لاصوص ديالهم، لاصوص ديالهم كتكون الكروفيت، عندنا شويه الكوزه، شويه الدماطيشا كونسونطري، الماء، شويه الماء، الكروفيت والربيع. كتجي هاد لاصوص، كتجي هاد لاصوص جاريه، وشويه ديال لاكريم فريش حتى هو، شويه ديال لاكريم فريش، هاد لاصوص كتجينا جاريه. باش كنجمعها، كنجمعها بواحد نص معلقه ديال الفرص، كندوبها في الماء، كنزيدها في الاخر باش كتجمع ليا لاصوص ديالي، كتجي بحال هكا. هاد لاصوص ديال الكروفيت راه كتجي رائعه، فيها شويه ديال النسمه حاره، كتجي مزيانه. كناخذوا هاد لاصوص ديالنا كنعمروها في وسط لي فولوفون بهذه الطريقه. هانتوما كل فولوفون كنعمرو بحال هكا، كنوركو ديما هاد القشره الخلانيه، غطوها بالصباع ديالكم. ناخذ الفولوفون ونعمروه معلقه تقريبا، معلقه شي حاجه هكا باش كيجي عامر، مخصوش يجي خاوي هكا. ناخدو شويه د الفرماج، كنديرها في ان تي كوان هاد الصالي ديالنا بحال هكا، كنخليو لاصوص ديالنا تبان. شويه د الربيع ديالنا كنديروه واحد الكوان، كنلصقوه في لاصوص بحال هكا، كنديرو واحد ثلاثة د الحبات ديال الكروفيت مسلوقين وطايبين ومقليين في الزيت، مقليين حتى في الزيت، كنقلي كنسلقهم، فيهم الملحة، فيهم شويه د البزار هكا. ندير ثلاثة ديال الكروفيت ديالي على هذا الشكل.